والله عندي زوجته انا في طوال الشارع مشته والله رقعه ورقعه مبقيها يعني هو كانه ما خياط مأثر تأثير جذري الله هاي السنه كامله لا اضويه ولا مثلثات ولا مربعات المدارس هسه انا عندي واحد ابن ابن راح ابطله من جهالي راح ابطله بسبب والله من ورا الشارع يعني الشارع خطر أكثر من 10,659 حادث خلال عام 2021 تسببت بوفاة أكثر من 4,800 شخص بمعدل 13 شخص يومياً وبهذه الإحصائيات العراق الأول عالمياً بحوادث الطرق الأسباب مختلفة واحد من أهم هذه الأسباب هو وضع الطرق اللي أساساً ما مهيئة بشكل كامل ومصالحة أن تكون خطوط سريعة سواء الطرق الداخلية أو حتى الطرق الخارجية الرابطة بين المحافظات بحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج في الظل راح نستقصي عن هذا الملف ونتعرف شنو الأسباب اللي خلت طرقنا بهذا الواقع وتتسبب بوفاة الآلاف شارع ضيق يعني ما يتحمل هال ما يستوعب هاي السيارات بس اذا توقف ناس هسه يصير حادث هذا ازدحام سبب انه السياره خففت هسه قدام عينك تصور الشارع وشوفه هواي من بغداد من سيطره جسر دياله لحد بس مايه تعب حتى للصور حوادث بسبب العمل السياره اللوري تجي لا عندها مجال تنزل لا عندها مجال شيء واكو هسه من تتنوع عليها بمقابيل بس مايه يجيب الصفرة أو طبق يجيب البوم أو طبق يجيب ظل سايد واحد ظل بس المشافة مالته خلينا أبدي من رقم صادم العام المضى عندنا أكثر من 10,659 حادث سير بعموم طرقنا هل من المعقول أنه هذا الرقم أسباب فقط أنه استخدام التليفون أو موضوع الثاني اللي يخص السائق أم أنه أكو أسباب ثانية عندنا لا يتأدي إلى هذه الحوادث أستاذ عباس 80 مو 80 90% سبب الحوادث هي الطرق زين الطرق الخارجيه حتى مو الداخليه خلينا نتكلم بصوره اوضح يعني لان انت تعرف اللي بطريق داخلي ايش قد يمشي يعني يقدر يمشي سرعه يعني سرعه محدده خلينا نقول يمشي 60 الى 80 يعني حتى من سرعه التصادم ما يسبب مشكله كبيره بس الطريق الخارجي اللي هو طريق دولي هو اللي يسبب مشكله للمواطن يعني الحقيقه فهذه النسبه نقدر نقول 90% هي سبب الطرق الخارجيه كل ترقيع وكل صيانه وكل خطط باء ما وضعوا أليف فلشوا ومشوا كل أبد كل خطة باء ما عندهم هذا الطريق باله يعني إحنا طلعنا شفل كل شو ماكو إحنا اليوم طلعنا شفل بس سوينا طريق على حسابنا زين كل تغيير ماكو شو يريدون يفلشون الجرف يقعدون هاي الناس الفقرة معنا ماكو لا أضوية ولكن شو ماكو أبد وشارع مفتوحة بعدين خلونهم ذني هذني شو اسمهن كبابيس كم مدة ذني غياب الأسيج الواقية والإضاءة الليلية والدلالات والعلامات المرورية والطرق الغير مؤهلة أساساً هي من أهم أسباب هذه الحوادث وبجردة حساب بسيطة تبين أنه عدد ضحايا الطرق بالعراق من عام 2016 إلى العام الماضي تجاوز 17,570 شخص أرقام ممكن أن تكون صادمة للبعض لكن عطفاً على حال أغلب الطرق وخصوصاً الخارجية منها الرقم جداً طبيعي تصاميم قديمة وطرق أغلبها يرجع تاريخ إنشائها إلى سبعينات وثمانينات القرن الماضي ما تتلائم أبداً مع النمو السكاني بالبلد والزيادة المليونية بأعداد السيارات وإن كانت السيارات وإجراءات تحويلها وتخويلها تدر مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة بتبويب رسوم جباية الطرق والجسور باعتبار كل مواطن يسدد مبلغ أكثر من 60,000 دينار خلال ترويج المعاملات بالإضافة إلى الميزانيات المخصصة من قبل وزارة المالية وهذا الأمر يتطلب من دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والمحافظات والدوائر البلدية وكل المعنيين توفير طرق ملائمة ومناسبة للاستخدام تجنباً لمزيد من الحوادث والوفيات.
هي كل طريق هو طريق الموت، لأن ماكو طريق بالعالم ما بيموت، يعني حوادث في كل دول العالم موجودة. الطرق الخارجية في العراق الحقيقة عانت من إهمال شديد، يعني ما جرت عليها برامج صيانة، هي يعني كلها تقريبا منفذة قبل 1900 ويعني بين 80 و90، يعني أقل طريق هسه عمره أكثر من 30 سنة، يعني منتهي عمره التصميم، المفروض يعاد على الأقل تعاد طبقات التبليط بالكامل، هذا حسب البرامج العالمية يعني لأعمال الصيانة. هذه كلها أهملت وتركت الطرق، زائدا استعملت أثقال محورية يعني حتى ما موجودة بالنظريات. لما تتجه من بغداد للكوت يعني تشوف مو شارع أنهر، منها لما توصل للسايلو وتعبر المنطقة مع السايلو، السبب لأن هذه السيارات الكبار التجارية اللي تحمل الحبوب وتنتظر السرعة على مود قسم من عتها دخول وقسم من عتها ذهاب إلى السايلو في فصل الصيف، يعني الشهر السادس والسابع وحرارة الجو سوت أنهر بالشوارع. فالمفروض أنه والداخل لبغداد نفس الشيء، ومن اتجاه الشعب أيضا نفس الشيء، ومن محافظة بابل نفس الشيء، ومن الغربية نفس الشيء، فكل مداخل بغداد يعني هذه البوابات هي نفس الكوارث مال الشوارع والطرق الخارجية، كل ما تبتعد عن بغداد أيضا تحس بها أنه هي ضيقة، سايد واحد هو ذهاب وإياب. هذه معاناتي عاني من عدها لعدة سنوات. كان المفروض بينا كعراقيين محبين إلى بلدنا، اليوم أنا مدى أحكي شعارات ولكن واقع حال، وأنا أشوف اليوم اللي ما يقدر يتحمل المسؤولية يعتذر ويطلع. هذا الشارع خلال سنة وخمسة أشهر المفروض هو كامل. هذا الشارع تشوفه شعبات الفساد. زين، لأن هاي الشركة اللي ماخذ هذا المشروع، يعني ناس تقول أو هي مو ناس تقول، إنما ناس مصرة، شيوخ جوامع، مناشطين، إعلاميين، يعني سياسيين، يقولون هذا الشارع مسؤول عنه مدير الطرق والجسور، شركة مدير الطرق والجسور اللي هو يقول مو شركتي، بس هو الناس مصرة إنه هي شركته. هذا التلكع طبعا بالعمل بسبب شنو؟ سبب الدعوه المباشره، يعني ما اخذوه كمناقصه، اخذوه بدعوه مباشره شخصيا من مدير الطرق والجسور. المفروض هسه مدير الطرق والجسور من يشوف الحوادث ويشوف الناس ده تروح، اذا هو فعلا نزيه زين ومخلص بعمله يطلع يقول هذا الشارع المفروض هسه نسبه انجازه 90%. هذا شارع رئيسي، شارع عام رابط كل محافظات، وانحفر صار له بحدود السنه، وشارع ضيق وعليه صناعة وعليه عوائل وعليه بسماية، وتأذينا منه أذية بشكل ما بي معاناة، ذاك المعاناة العامة. تبليط هذا عنص، يعني هذا مو شغل، يعني هذا الشغل الصحيح المفروض هسه دا يريد يكمل هذا الشارع، يفتح هذا الشارع يمشي أمور، لأن ازدحام يومية البسماية. أنا هسه يعني عجبة المفروض أهالي بسماية المفروض يشكون من هذا الوضع، لأن أكثر شيء موظفين بسماية هنا أنا. زين، فاليوم يعني إذا يحل الموظف من بسماية يرجع من الدوام الساعة بالثنتين، بالخمسة يلا يوصل للبسماية، بالخمسة بالستة مؤثر على الكل، هاي على الحي الصناعة وعلى موظفين بسماية. يعني توجد نظرية عالمية إشقد كل بلد إشقد يحتاج طرق، البلد يعني يحتاج طرق اعتمادا على كثافة السكان على الكيلومتر المربع، كل 100 نسمة على الكيلومتر المربع هاي الكثافة يحتاجون إلى 1 كيلومتر طول من الطرق لكل كيلومتر مربع من المساحة. العراق هسه كثافة السكان تقريبا 100، فيحتاجون 1 كيلومتر لكل كيلومتر من المساحة. المساحة 438,000 كيلو، يعني نحتاج 438,000 كيلومتر طول من الطرق داخلية وخارجية، يعني مو بس خارجية. لابد أن يكون هناك تخطيط بين التوسع في عملية الطرق وبين عملية استيراد المركبات، هذا ما حصل بالسنوات السابقة، وبالتالي وصلنا إلى مرحلة يعني الازدحامات اليوم مثلا في بغداد شيء غير منطقي وغير مقبول في كثير من المحافظات. أيضا هناك طرق تحتاج إلى عملية توسعة وغيرها وغيرها، هذه ما كانت، يعني لو كان هناك عمل توازي بين عملية
التوسع بالطرق مع الاستيراد بشكل مدروس ما كان وصلنا الى الحاله اللي وصلنا لها اليوم. عطفا على بدء، المشكله وين عندنا؟ احنا عندنا كطرق الشبكه القديمه متضرره، والحاجه ايضا الى انشاء طرق جديده، فالعمليتين تحتاج الى مبالغ عاليه جدا، خصوصا ومثل ما ذكرت حضرتك الزياده في اعداد المركبات لم تكن تدريجيه او مدروسه او وفق خطط محسوبه. هذا يضاف الى ذلك ان اعمال الصيانه لابد ان تكون دوريه، والعمليه بالنسبه للصيانه الدوريه معمول بها في كل بلدان العالم، لانه الطريق عندما يترك بدون صيانه الاضرار والتشوهات فيه تزداد، وبالتالي العيوب في الطريق تظهر وكلف اصلاحها تتفاقم اذا ما تم التغاضي عنها في بدايه ظهور العيب. الطريق اول مره يحتاج ايش قد نتوقع عليه تمر مركبات؟ احنا عندنا يسموه محور قياسي، ثقل قياسي عالميا معتمد، هو 8 طن. فالاثقال الموجوده الفعليه نحورها الى اثقال قياسيه ونحسب عليها نمو سنوي مثلا 5% سنويا، ونحسب مجموع الاثقال القياسيه اللي تمر على الطريق خلال عمر التصميم. ايش قد نقدر عمر التصميم؟ 20 سنه. خلال 20 سنه خلينا نقول يطلع مثلا 5 مليون محور قياسي. ها موجوده منحنيات المحاور القياسيه وسمك التبليط. سمك التبليط يشمل الطبقات اللي فوق الارض الطبيعيه، الارض الطبيعيه جدا جدا هاي طبقة جدا جدا الاهتمام يكون بها شديد، يعني هاي لا تساهل بها، هاي تقريبا 40 سنتيم سمكها من آخر سمكة الترابية في الطريق، وثم يليها طبقات التبليط اللي يشمل السبيس والبيس وطبقات الأسفلت، هذه طبقات التبليط. احنا كدائرة طبعا مسؤوليتنا هو إنشاء المحطات الوزن. طبعا محطات الوزن تجربة جديدة، يعني حتى قبل عام 2003 لم تكن يعني داخل العراق لم تكن موجودة. في عام 2010 تقريبا الدائرة أوفدت مختصين إلى مجموعة من الدول من أجل إدخال هذه التجربة. أنا شخصيا ذهبت إلى إنجلترا في عام 2012 ودخلنا دورة في كيفية عمل هذه المحطات، وبالفعل تم إنشاء 32 محطة وزن في المحافظات الجنوبية كمرحلة أولى، 22 محطة عفوا، وأيضا محافظات أخرى. المشكلة أنه شرع قانون الطرق في المعدل في عام 2013، الغرامة اللي فرضت كان هناك خطأ في موضوع الغرامة، كان مبالغ بها، اعترضت عليها المحافظات، وبالتالي وئدت هذه التجربة في بدايتها. في عام 2018 مجلس الوزراء عالج الأمر وصحح قيمة الغرامة، خفضها من 5000 دينار للكيلوغرام إلى 500 دينار. اليوم اللي مسؤولة على كل تنفيذ المشاريع في داخل بغداد هي أمانة بغداد دائرة المشاريع وليس البلديات الـ14. البلدية صيانة، يعني مثلا لها حصة بالأسبوع صيانة، مثلا أنه للتخسفات، للترقيع الشوارع، الأزقة، ممكن أنه يصير فد مشروع للكهرباء وغير شكل ويحفر، وماخذين عدة تأمينات، ممكن يعني قطع صغار، لأن المشاريع ما تجي تنزل آلياتها على مود قطعة صغيرة 10 أمتار، فهذا يبدأ الترقيع لمن؟ على دائرة البلدية. أما المشاريع اللي هي تبليط المحلات والأزقة والشوارع الرئيسية هي من أمانة بغداد دائرة المشاريع، هي اللي مسؤولة عن هذا الملف. ولهذا أنه يعني أنا قبل يومين خابرت الأستاذ صفاء مدير المشاريع، يعني في إحدى المحلات يعني التبليط مفطر، ما صار لثلاث أيام من طالعين من عنده، والانسيابية المي أو شارع، يعني تعرف أنه اليوم أكو في كل الشوارع أكو مجاري وأكو مشبكات مال مياه أمطار، فتحس أنه الماء ما منسلط، فيعني الشارع تسبيه ما منسلط. واتصلت به الرجل مرتين ثلاثة يعيدون الطرق على أبو الشركة، وأكو لجنة تابع، بس يراد انه تظل انت التابع. فانا اللي اتمنى حتى من المقاول، يابا انت من العراق وعراقي ووطني، فخلي شويه وطنيتك تتحرك، انت دا تاخذ فلوس وبالعافيه عليكم مقاوله، بس في نفس الوقت نفذ بطريقه صحيحه. احنا اليوم ما نخلي على كل، احنا كنا مشتركين بهاي العمليه للاسف، يعني اللي هي اللامبالاه،
يعني احس انه اليوم المواطن العراقي حبه لبلده بدا ينفقد، يعني راح من الموظف الصغير الكل، وبالتالي حتى المواطن اليوم اللي موجود اللي بالشارع فقد الثقه حتى بالحكومه وبناسيه من هذه الاسباب. اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور، هذا جسر بدون درج. هذا المفروض وين يوصل الشارع؟ هذا يربط بالكوت. زين؟ واللي ورا الشارع خلص. اللي ورا خلص. بس هذا الوسط فلشوه. زين؟ دمروه. بقى على هاي الوضعية انترك، ظل يشتغل هنا كرك وعبور الشارع كرك ويروح. جزرة وسطية ماكو. هاي إذا أتصور مال الجسر الجديد تشوفها ماكو جزرة وسطية. ومن هنا بدأت الفلكة مال مدائن وأنت رايح البسماية. زين؟ استدارات ماكو نظامية، مطبات ماكو. زين؟ فالحوادث ما شاء الله بالجملة. زين؟ وإذا تريد تعبر من هنا هسه هاي تصورها أقرأ الفاتحة وعبر، هيك أريد أقول لك. إي والله بصراحة يعني نحكي. أنت تمام ما عندنا طرق، هي جبرتنا الظروف هيك أنه قام يمشي يروح هسه الكركوك ما يقدر يمشي أكثر من 60، ما يقدر يمشي. بينما لو الطريق سريع هسه على البصرة، شوف الحوادث اللي تصير على البصرة على الطريق السريع، كلها قاتلة. احنا ما نقول احنا لا لازم نخلي الطرق رديئة، لا بالعكس، نخلي الطرق جيدة جدا، بس احط سرعة حد أقصى للسرعة. لا تزيد عن 100، يمشي 120 يلزم. كاميرات وشرطة مرور ودوريات سيطر على الحد الأقصى للسرعة. احنا لحد الآن ما عندنا سيطرة، داخل بغداد ما عندنا سيطرة، بكيف الواحد هنا بالأربع شوارع يمشون 240، ما لا يهمه ولا يهمه أبدا، لأن ما حد يمنعه. الطرق الرئيسية المفترض أن تتحول جميع التقاطعات الأرضية إلى تقاطعات مجسرة، هاي تحقق لنا أمرين، رفع مستوى الأمان وتقليل الحوادث، لأن أغلب الحوادث تحدث في هذه التقاطعات. الأمر الآخر هو زيادة الانسيابية، لأنه عندما يكون هناك تقاطع مجسر لا يحتاج إلى تخفيض السرعة في هذه المقاطع، وبالتالي تقصير زمن الرحلة. هذا الأمر عملنا عليه بصراحة من خلال أعمال التوسعة اللي نجريها في الطرق القائمة الموجودة أصلاً. إحنا نعمل على توسعة الطريق وتحويل التقاطعات الأرضية إلى تقاطعات مجسرة، كما عملنا مثلاً الآن نعمل على توسيع كوت بغداد، عملنا على تحويل التقاطعات في تقاطع الأحرار، في تقاطع النعمانية، في تقاطع الدبوني، في تقاطع الصويرة أنجزنا الشهر الماضي حولنا إلى تقاطع مجسر، والآن عندنا خطة أيضا في تقاطع الدجيل في طريق بغداد صلاح الدين. ولكن هذا الأمر يعتمد على ما يرصد إلى دائرة من أموال، لأن الخطط موضوعة. إحنا عندنا خطة خمسية 5 سنوات وبها أولويات، وهاي الأولويات مبنية على هذه المحاور اللي تحدثنا بها. الأمر المحور الرابع اللي من ضمن رؤيتنا كدائرة طرق من أجل جعل شبكة الطرق أكثر أمان وأكثر انسيابية هو إنشاء ممرات ثانية للممرات الأحادية. هناك محافظات كانت مربوطة بممر واحد ذهاب وإياب، وهذا الأمر مع زيادة أعداد المركبات أصبح يشكل خطورة كبيرة على سالكي هذه الطرق. هسه جعل المرور في شوارع اتجاه واحد ما بي جانب مادي، ولا ضبط المرور هم ما بي جانب مادي، كثير من الامور بيها ما بيها جانب. والحلول هسه الجسور هذن الست جسور اذا حسبت الواحد 50 مليون دولار اللي هو كلش ممتاز سعره، هذا همينه 300 مليون دولار. هي ما تقول ليش 300 مليون دولار من 100 مليار شنو هي؟ هسه مو ستتهم، هسه اعلن اثنين، خلينا نقول مال الزعفراني الاسبقيه المطلقه، واعتقد مال الكاظميه دا يشتغلون به، ولو انا ما متابعه ما اعرف، بس هو هم اسبقيه. وتكملت بعض الحلقيه، ما انت رايح على الكاظميه رايح على طريق سريع الشعله، شفته شلون ينتهي، هذا يعبر الى افاق عربيه. هذا لو موجود الاكتظاظ على جسر شمال بغداد يخف كثيرا ويحل كثير من المشاكل، وهي كلها 20 مليون دولار و30 مليون دولار وتفض. مو هو ماكو خلينا نقول ماكو مباشره، ماكو ما داش تشوف انت عمل فعلي، يعني انهم مباشرين بحل المشكله، ما داش تشوف بدايه، فلهذا تأيس.
هسه انا واحد من الناس ادنى بالروضه يعبر من هنا يطلع هذا بيت من هنا يعبر يستدار من هنا زين ما تعرف يعني يرجع ما يرجع هو وحظه لان ماكو مطبات يعني ماكو مطبه يخفف قدامها ابو السياره على المود يستدار براحته زين ماكو مطبات نهائيا من المدائن في الكمال مدائن لحد البسمايه مطبات ماكو شغله نظاميه صحيحه ماكو هو هذا احنا يوميه على مدار الاسبوع كل اسبوع من سبت للخميس هي هاي حوادث الله يشهد هسه قبل ساعه هنا هاي شوفها هاي الفكره هاي قريبه علي وروح اسال اروح تلقى الجام والدعاميات زين هاي احنا تعودنا عليها ومدتها طولت مدتها لا هو محفوظ مدفون ولا يحفر له مسافه يخلي مسافه بسنه بيوم واحد بشهر واحد حفره كله سنه كامله متروك والله هواي عالم خطيه جو هناك مره اندعمت وتكسرت يعني هذا الشارع حيل اذى انا امانه الله انت اخذ بغداد هسه نجي على بغداد بغداد خمس العراق فيها فانت كل خمس الميزانيه او خمس الاستثمار المفروض يكون في بغداد بغداد بها أربع طرق حلقية من الطريق رقم واحد إلى الطريق رقم أربعة هسه عندهم دا يدرسون الطريق الحلقي رقم أربعة اللي هو خارج بغداد اللي طوله 94 كيلومتر يريدون ينفذوه أنا مقدر كلفته مليار دولار هاي الأربع طرق يعني مقترحة من سنة 82 لحد الآن ولا واحد منفذ ولا واحد فهذه هي وحدها يعني تستوعب نص سيارات بغداد الموجودة حاليا اللي صايحين منها الغوث هاي وحدها لو تنفذت انتهت تسهل كل الأمور انطيني المحافظة اليوم هذا مدخل التاجي مثلا مدخل التاجي اليوم محال مو حسب حسابات اللي حكيتها حضرتك 33 كيلو ب 75 مليار مو ما قدروا يشتغلون لليوم حضرتك تشوف اليوم معاناة الناس بالتاجي ما قدروا يشتغلون السبب انه الكشوفات مو دقيقة يعني المدخل ما ينظم بهالطريقه انه اليوم انا ما عندي اعمال صيانه انا هسه همين هاي العمل من الديجيل للعبايتشي كذا كيلو ب 3 مليار هم اقول الكيلو ب 50 مليون ما يصير حسب العمل اذا هناك عمل مجرد صيانه قشط واكساء يعني ما عملت هناك جسور وجسور مشات انا اليوم ادخل من ادخل بغداد مفروض عندي مدخل يليق بها يعني طرق خدمية، أعمال أرصفة، حواجز تفصل الطرق الخدمية عن الرئيسية حتى تمنع الدخول العشوائي، مجسرات تكون هي بمثابة استدارات فوقية لا أرضية. هنا يعني بمدخل بسماية هاي المسافة اللي تقول عليها حضرتك عندنا خمس مجسرات، كل مجسر طوله كيلو ومية مع مقترباته. يعني بس أعداد الروافد أكثر من 800 رافدة مستخدمة فيها يعني اليوم الرافدة إذا تحسبها ب20 مليون هذه 16 مليار بس روافد الاطفال احنا عندنا مدارسنا داخل بسمايه بس اسواقنا تسوقنا مطاعمنا يعني اكو مولات داخل بسمايه بس ما تفي بالغرض يعني مواطنين هواي عندنا شركه اسمها ستراكو على اعتبار انه هي لبنانيه الاصل بس وحتى ماكو لها اثر يعني بلبنان هي اصلا شركه او العفو مجمع خيري بالنرويج اصلا ماكو لها موقع بلبنان اصلا بس انه يعتبرون هي شركه طرق وجسور واختلاس اموال طبيعي اي وبالعلن يعني سبب التاخر هذا اختلاس اموال اي لان هم مجموعه مقاولين بشركه من يختلس مال او ياخذ كميه المن تروح الواحد اثنين ثلاثه فهذا ياثر علينا احنا كضمن بسمايه يعني ضمن ساكنين بسمايه حتى تاثر عليه بالطريق يعني الطرق مسدوده استدارات ما عندنا تمشي مسافه كلش تطلع بسمايه يلا تروح تستدار ترجع لاهلك هنا قدامك ذاك اليوم والله صارت مجزره بالحسين صارت مجزرة زين انقلبوا البراد الانترة بها عائلة مردت عائلة كاملة مردت هنا ذاك السبوع احنا مدخل بسماية عملنا عليه مو كطريق
هنا الخطا، وطبعا هذا الخطا هسه هم مرات يقارنون ويا ما مداخل بغداد المحافظه. انت تشوف اليوم المحافظه اليوم في محافظه بغداد ما قادره على ان تعمل شيء في المداخل بسبب عدم قيامهم باعداد كشوفات تتناسب مع اهميه العمل. انا اليوم مو اشتغل صيانه طريق حتى احسب بالكيلومتر، انا جاي انظم مدخل. المدخل مالتي عباره عن توسعه الطريق وتحويله الى طريق سريع، الغاء الاستدارات اللي ذكرتها حضرتك في بدايه البرنامج، عمل مجسرات، جسور مشاة، انشاء طرق خدميه حتى ما يصير دخول عشوائي للطريق وبالتالي يقلل الزمن الرحله، انشاء جسر اخر على نهر دياله بسبب ضيق الجسر الحالي. هاي كلها من ضمن المقاوله. يعني اذا ماكو بينه واذا ماكو شفافيه الموضوع يم الشفافيه. يعني انا عندي مشروع جدول كميات مضبوط اعلنه اعلان عام بالجريده لكل الناس، وتجي الشركات تحط لها شروط ولجنه محايده وتحيل. هذه بس اذا ما تهجس لان واحد رايح مباشر شلون نحال عليه العمل؟ شلون قدم؟ شلون كذا؟ ما تعرف. هاي طبعا تؤدي الى الف سؤال. 95 مليار تقريبا كلفه هذا المشروع. مو تقريبا، 95 مليار وكسر. يعني تقريبا الى 96، يعني جوا 96 بمبالغ بسيطه. هذا المشروع انحال. زين، حسب معلوماتك حسب خبرتك بهذه المواضيع، هذا الرقم يحتاجه هذا المشروع؟ هذه المليارات؟ والله يا حبيبي يعني هذا المشروع انا دا ينطيني 40 مليار. زين، او مو انا ينطيني، انا مو صاحب شركه. أيوة. انه ولا رجل اعمال يقدر يجيب شركه، وهو عنده عروض اصلا من شركات اسبانيه، شركات المانيه، وشركات اماراتيه، وشركات اخرى، تقدر تاخذ هذا المشروع ب 3 مليارات، اقوى شركه تاخذ ب 3 مليارات. شركه ستراكو طبعا هي هذه صار بها زوبعه اعلاميه، و الهدف من عندها هو يعني تقصد الدائرة، ومن نفس المقاولين الفاشلين اللي ذكرتهم لحضرتك بعد ما يأسوا من أن لا مكان لهم بالدائرة بسبب عدم قدرتهم وتاريخهم السيء في تنفيذ الأعمال، بدأوا يتقصدون عمل الدائرة. سؤال ثاني، إنه ليش ستراكو بالتحديد؟ بالضبط، إحنا بالنسبة لنا أنا هسموه بصدد تقييم هذه الشركة، لكن أعمالها هي تقيمها. طبعا انا قبل لا اجي مدير عام للدائره هي عندها عمل من 2012 بالدائره مو جديده. كل اعمالها اللي حيلت لها خلصتها قبل التوقيت. الطريق السريع اللي هو نسميه احنا طاقه 5 انجز في عام 2016 في فتره الازمه الماليه اللي كل مشاريع العراق متوقفه كانت، انجزت العمل في فتره التوقف اللي كل مشاريع العراق كانت متوقفه. والله انا شركه ستراكو اشتغل يعني شفت شغلهم سنة 2012 اشتغلوا، أنا كنا ننفذ تقاطع بالقرية العصرية، وهم كانوا يشتغلون توسيع طريق بغداد كربلاء. حقيقة كفاءتهم جيدة جدا حسب ما شفتهم، أما حاليا أنا أسمع أنهم جيدين. نعم، لأن مو بمشاهدة مباشرة، هناك كانت مشاهدة مباشرة حتى يعني كان عملنا متداخل. اللي ظاهر الإعلام شركة ستراكو اللبنانية هي هذه؟ اللي ظاهره شركه ستراكو اللبنانيه المتلكئه، زين، اللي هاي تعاني متعاني الناس بسببها. زين، احنا احنا ايش عندنا نقص؟ عندنا شركات حكوميه وعندنا شركات عراقيه ممكن تشتغل هذا المشروع، وعندنا شركات عالميه. زين، احنا روسيا اللي كان النظام البائت معتمد عليها، عندنا كوريا، عندنا اليابان تشتغل شغل درجه اولى وبوقت كل يعني بوقت كلش قصير. زين، هسه انت سنه ونص على 7 كيلو، سنه ونص الكيلو الواحد ب 13 مليار. زين، احنا عندنا مقارنه محافظة بغداد تشتغل، محافظة بغداد اللي هسه العالم قبابة عليها بغير مواضيع، محافظة بغداد تشتغل بيش؟ تشتغل الكيلو الواحد بمليارين. الكيلو الواحد بمليارين تبليغ. السيد مدير الطرق والجسور حال هذا المشروع الكيلو الواحد ب 13 مليار. الكيلو الواحد؟ الكيلو الواحد. يقول هذا بيه خدمات ويحتاج مواضيع اخرى وبنى تحتيه، وين البنى التحتيه؟ بورا مال مجاري طاق صار له 5 اشهر ما قدرت تسوي، ومو انا اللي قاعد احكي هذا الحكي، المواطنين اللي يحكون هذا الحكي، اهل المنطقه، اهل المحلات يقول لك صار له 5 اشهر، قال لنا 20 يوم واليوم صار 5 اشهر ما كمل بوريا، بورا مال مجاري، ما يقدر يحط له غطاسات ويسحب المي ينبذ الى مكان اخر. موجوده. او يقدر يجيب ماطور. احنا سوينا كتب رسميه، طبعا قلت لك انا كاداريا كان معطل المجلس، ولكن يعني خلال هاي اليومين المضت بدينا ب
ارسال كتب للجهات المعنيه انه المشاريع المتلكئه والمشاريع اللي هي قيد الانجاز والخطط المستقبليه اللي هو عندهم لكل الوزارات اللي معنيه اللي انت تتحدث عنها. ولدينا ايضا بعض الملفات اللي بيها فساد مالي واداري وايضا راح ندقق بيها يعني وتكون لجان يعني مشرفه تكون بهذا الموضوع مع الجهات المعنيه الاخرى اللي هي اللجان الاخرى في داخل مجلس النواب العراقي حتى ممكن انه تاخذ الطريق الصحيح من اجل يعني ان تتحقق العداله بهذا الموضوع. واحنا ذكرنا في اكثر من مره يجب ان يحاسب كل مفسد حتى وباثر رجعي، مو اليوم هو انه انتهت مده دورته او خدمته او طلع تقاعد وعليه ملفات وممكن انه يعني ينسكت عليها، وهذا بصراحه ظلم لان هي اموال لكل العراقيين. محافظه بغداد وحتى امانه بغداد السابقه يعني لايمهم حاكيهم، لان مره واحد عضو مجلس محافظه بغداد اللي هو سلغه قال امانه بغداد صار عندها فوبيا المشاريع، يعني خافوا من المشاريع من صار عليهم تحقيق مال القناه. فقال هسه اي مشروع يقدموه الف واحد يعرقله، وفعلا يعني انا في وقت عرضوا علي تقاطع الجادريه، عرضوا علي تقاطع السنك، عرضوا علي تقاطع مجسر 800 مليون جسر او مجسر هذا اليم العدل اللي يعبر اللي قريب على العدل اللي هسه يعني كونكريت متشلب بالحديد والعالم تعبر من جواه. فما تعرف ايش وقت توقع هاي الكونكريت على سياره، ما تعرفها. يعني ما تعبر انت تشاهد. هذا 800 مليون كلفته امانه بغداد من 2018. وحتى وصلتني الكلفه مالته قالوا يابا هاي الكلفه اوكي، قلت لهم اي اوكي، انا مستعد اخذها بهذه الكلفه. ولحد الان على وضعه يخافون يحيلون مشروع. هو يحيلون مشروع يطلع به الف انه والف نزاهه والف مفتش عام وتبدا ولا تنتهي. كان هذا الجسر المشاة يعني ساتر علينا، من وخروه تاذينا. حيل تاذينا. يعني هل تشوف احنا هاي شوف هذا السد اللي سويناه؟ السياره احتمال توقع. طفل يوقع. البشر اللي يحثر يزلق يوقع، شي طلعه؟ بيشه طلعه. زين؟ هسه احنا اليوم صرنا حراس من ورا هذا. نريد نحمي العالم. على الوضع اللي تشوفه يعني انت اليوم وتقيمه مو كعضو مجلس نواب، كمواطن عادي هو عدم الرضا. يعني اليوم المواطن العراقي يطمح بشارع مرتب، يعني كنت تطلع من بغداد للكوت شارع مرتب، تطلع من بغداد تروح للحله يعني البابل نفس الشيء، الكربلاء للنجف للموصل التكريت للبصره للعماره، يعني يجب ان تكون هذه الشوارع الرئيسيه تؤخذ بنظر الاعتبار. وانا قلت لك لو مشتغلين الوزراء والمدراء العامين والوكلاء والشركات ومنطيها كل شخص يعني الشخص المناسب بالمكان المناسب ورازدين هاي الفلوس بشغل حقيقي، اليوم العراق اصبح جنه، ولكن للاسف هباء منثورا. ف يعني اذا قارنت نفسك يعني اليوم كبغداد يعني قصدي والمحافظات وبالمناطق الشماليه في اقليم كردستان تجد الفرق. قسموا المهام انه كدائره طرق الجسور وزاره الاعمار كان دائره طرق، كان حصتنا في هذا الامر او مسؤوليتنا مدخلين، مدخل كوت بغداد باتجاه بسمايه والمدخل الاخر هو مدخل الحسينيه باتجاه الخالص او ما يسمى مدخل دياله الجديد. المداخل الاربعه الاخرى اللي هن بعقوبة القديم، التاجي وما ادراك ما التاجي، وبغداد حله وبغداد فلوجه، هذه صار من مسؤوليه محافظه بغداد. الهيئه حاليا ما عندها اي شيء، ما عندها مكتفه بالكامل الا بعض المشاريع اللي انطوها اياها، وعلى الطرق السريعه هي مسؤوله، والطرق السريعه ايضا بس الطريق السريع رقم واحد اللي هم سيد يجرون عليه اعمار صيانه، ومكتفه بالكامل. يعني هسه ما عندها صلاحيه، هسه يسموها دائره الطرق والجسور، دائره كانت مؤسسة وكنا على وشك أن نسويها وزارة. في 65 دولة بالعالم بما فيها إيران الطرق والجسور وزارة، بما فيها إيران 65 دولة بالعالم وزارة الطرق والجسور. أهم خدمة هسه العراق 99% و99 أخرى بالمية للنقل العام بشري أو تجارة وكذا على الطرق، تمام لو لا؟ ماكو لا نقل مائي، سكك هيجي يعني سكك خلينا نقول ماخذ ثلاث كذا والجو شو اسمه،
حسب ما نشوفه، فكله على طرق. شرايين الجسم، شرايين الجسم اذا جسم ما به شرايين او صار بشريان مشكله يموت الجسم. الطرق شرايين جسم العراق. فيجب ان تكون دائره الطرق والجسور اذا ما كانت هيئه مستقله ما ترتبط باي وزاره ولا ترتبط باي اشكالات اخرى تحد من نشاط هذه المؤسسه او الهيئه، فالعمل فاشل. هذه اهم خدمه للعراقيين هي الطرق والجسور، هذه بنظري يعني مو تحيزا وانما هو واقع حال. والله احنا نخاطب الجهات المعنيه على الشارع هذا بانه يعني يستعجلون بتنفيذه، وراح يجي فصل الشتاء راح يصير هذا الشارع يعني تعرف تراب لا هو وطين، راح يصير لا نقدر نطب محلاتنا لا نقدر نسوق ونعاني هاي المعاناه. والله خطاب انه حاول تكونون اسرع اسرع بطريقه العمل اسرع، لان هذا ياثر علينا كحياه شاب وحياه الناس كلها تاثر علينا من حيث العمل ومن حيث ضمانك انت، يعني شنو اللي يضمن انت باقي هنا؟ بالتالي اليوم شنو المطلوب من الجهات المعنيه؟ والله يعني هي الجهه المعنيه منه هي الوزيره تابعه لمسعود بارزاني، وهذا واضحها يعني هذا ملفات دا تنكشف لها وهي ساكته. زين مسعود بارزاني يقول لك انا بالنسبه لي هم استفاد من عندها. زين هو هذا نفسه مدير عام الطرق والجسور، اكيد اكو جهه سياسيه تدعمه، هو يدعي انه يعني ينتمي جهه سياسيه تدعي انه هي مصلحه. فيعني احنا نطالبكم بالتحقيق هذا الموضوع، لان انتم تعرفون اليوم يعني احنا ما نطالب لا من كاظمي ولا من حلبوسي، لان هم كلهم يشابهون. نطالب هيئه النزاهه بالتحقيق بهذا الموضوع، يعني تشوف هذا الموضوع تشوفون انتم تلاحظونه تشوفون الاعلام ليش ساكتين. زين اداره النزاهه مو عندها رصد اعلامي؟ طبعا الرصد الاعلامي باداره النزاهه وين عن هذا الموضوع؟ ايش معنى ساكتين عن هذا الموضوع؟ ايش معنى؟ يعني معقول هذا المدير العام او هاي الوزيره هيش قويه اقوى من النزاهه؟ والله ما اعرف بعد شخص. ايش قد نحتاج من الطرق؟ طرق مهيئه كامله، ايش قد نحتاج اذا نحسبها بالكيلومتر؟ يعني بالنسبه للعراق هناك يعني معادله هي تحتسب لموضوعة كثافه الطرق المطلوبه، يدخل بها العامل الكثافه السكانيه بالكيلومتر المربع، ويدخل بها اعداد السيارات كعامل، وايضا مساحه البلد الكليه. احنا بصراحه نحتاج الى او حتى خطه دائرتنا ترتكز على ثلاث محاور. المحور الاول توسعه الطرق الحاليه. الطرق الحاليه الموجوده في اغلبها تحتاج الى ممرات اضافيه لزياده الانسيابيه فيها، وكذلك لزياده مستوى الامان. هذا يعني كل طرقنا الموجودة اليوم، مثلا طرقنا الرئيسية تقريبا أكثر من 12,000 كيلومتر. هذه 12,000 كيلومتر إذا لم تكن جميعها تحتاج إلى أعمال تعريض وتوسعة، فنسبة 75 إلى 80% تحتاج هذا الأمر. هذا المحور الأول اللي إحنا حاليا جاي نشتغل عليه، وبدأنا بصراحة في توسعة كوت بغداد، في توسعة أجزاء من كركوك بغداد، ايضا في توسعه كربلاء بغداد، ماضين بهذا الامر، ولدينا خطه في توسعه عماره كوت وكوت بصره. ايضا نحتاج الى طرق سريعه، مثلا طريق سريع مفترض ان يكون الطريق السريع مرور رقم 2 اللي هو يربط العراق بتركيا. اليوم اصبحت الحاجه كبيره خاصه مع البدء بتنفيذ ميناء الفاو. ميناء الفاو يحتاج الى شبكه نقل، سكك حديد وطرق تستوعب الكميات يعني اللي راح تدخل هذا الميناء من البضائع. يضاف الى ذلك لدينا عقد مروريه، الطرق العامه عاده تدخل في قصبات ومدن ووحدات اداريه. في كل اليوم اي طريق رئيسي حضرتك يعني مثلا طريق بغداد موصل يمر ابتداء بالتاجي ببلد جيل سامراء وهكذا صعودا الى الموصل. نقاط العقد عندما يدخل الطريق العام في داخل اي مدينه شاهد انه هذا الطريق يكون مزدحم، يكون يعني الحركه فيه كبيره، اضافه الى انه الطريق العام دائما بحمولات عاليه، دخول هاي الحمولات الى داخل المدن راح يضرر الطرق الداخليه.
إذن مثل ما تابعنا الطرق وسوء وضعها واحدة من أهم أسباب الحوادث والوفيات خلال السنوات الأخيرة، ومثل ما ذكر المختصين بعدنا بحاجة إلى آلاف الكيلومترات من الخطوط السريعة أو صيانة الطرق الموجودة أساساً واللي هي من الثمانينات والتسعينات. المخططات والرسومات موجودة عند الجهات المعنية وبحاجة فقط إلى التنفيذ، والتنفيذ يجب أن يكون من قبل شركات متخصصة، شركات عالمية تحال إلها العقود بصورة صحيحة. حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضل انتهت. في أمان الله.